نبدأ بقضية إيش؟ قضية الإزار والرداء. لاحظوا هون أنه هذا هون ابن عثيمين عم يثبت عم يشرح أنه معنى حديث الكبرياء وردائي والعظمة إزاري. يقول لك ثبت عن الرسول قوله عن الله الكبرياء وردائي والعظمة إزاري، أنه هل هذا من أحاديث الصفات؟ يقول لك هو حديث صحيح نأخذ بظاهره، ولكن لا نتعرض لكيفيته. لاحظ كسائر الصفات. فهل لاحظ، فالواجب على المسلم قبوله واعتقاده لكن دون تكييف أو تمثيل. فهل نعتقد أن هذا الإزار وهذا الرداء كأرديتنا وأزرتنا؟ لا أبدا. إيه كتر الله خيرك، أنه هو إزار لكن لا يشبه إزارنا. طيب هون إيش هذا هون؟ أنه هاي هون هذا في إبطال التأويلات لأبي يعلى. هو في أثر عن جابر يضحك الله ربكم حتى بدت لهواته وأضراسه. لاحظتم هذا هو موجود في لكن كما قلنا لكم هو أبو يعلى كل ما يأتي بهذه الأحاديث يقول بعد أنه هذه ليست أعضاء، ليست جوارح، ليست كذا، وأنه هذه على فرض ثبوتها فيمكن أن تثبت لله كصفات معاني وليست صفات أعضاء وجوارح. الوهابي ما عجبون هذا الشيء. هذا هون شوف الفخذ، أنه جاء في حديث هذا احنا ذكرناه، المفروض أنه جاء في حديث ابن سيرين أن الله لا يقرب داود حتى يضع يده على فخذه. فيسأل هذا موقع إسلام ويب أنه هل نثبت صفة الفخذ؟ شايفين؟ هل نثبت اللهوات والضروس كما يدعي أهل البدع أنه هذا أنه 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 بيقولوا نحن عم يفتر علينا نحن الوهابي أنه نحن نثبت اللهوات والضروس والفخذ؟ لك هذا ادعاء أهل يدعي الجهمية علينا. شوف وهذا السؤال هون يعني في كلام أنه أرجو أن تدعو لي لأني أشعر بالندم لأني دخلت في باب العقيدة على غير علم. يعني الظاهر هذا أرى في هذه الأمور. وأنه هون أيضا أنه في كتاب أبي يعلى أنه نثبت الصفة لا على أنها جارحة بل نثبتها على أنها صفة لازمة. أنه وأنه أرى كلام ابن الجوزي في أكف في دفع التشبيه في أكف التنزيه. الذي أريد أن أقوله هنا أو الذي أقتصر عليه هنا بيقول لك أنه نحن هنا لا نثبت الصفة بمجرد روايته عن أحد التابعين، فإنه يمكن أن يكون مأخوذ من الإسرائيليات. لاحظ وأنا أتكلم عن صفة الفخذ. لاحظ وأما ما أشرت إليه من اللهوات والأضراس فهو مجيب الإفتراءات أهل البدع. أنه لا هذا ما نحن نقول به، ولا مع أنه هلا بيجي يشوفكم على عن الخليفي. لا بيقول لك لا هذا مش يعني لا يستبعد إلا من طريق أنه هذا لم يثبت. أنه بعدين بيجيب لك كلام شوف الغنيمان أنه لما أبو يعلى قال أنه نثبت هذه الأمور مثل الحق وكذا لا على وجه الجارحة والبعض، قال أن ولا على وجه الاتصال والمواساة، قال هذا قول غير سديد. هذا كلام الغنيمان الوهابي وهو من أقوال أهل البدع التي أفسدت عقول كثير من الناس. يعني لم يرتضي يعني لاحظوا ابن الجوزي لما شنع يعني شنع على أبي يعلى شنع عليه مع أنه يقول بأن هذه أمور ليست على وجه الجارحة. فما بالك لو ابن الجوزي رأى هذا الغنيمان ويقول لا حتى هذه على وجه لا على وجه الجارحة أنه هذا بدعة. لا أنه ابن الغنيمان يريدك أن تقول لا أنه لا تقول أنه هي لا تنفي الجارحة، إذا نفيت الجارحة بيعتبرك مبتدع الغنيمان. هذا لاحظتم هون قضية بقى الإزار والرداء. هون طبعا بيجيبوا أنه لا أنه هذا تأويل للإزار والرداء. لاحظ أنه إن العظمة إزار والكبرياء رداء. لاحظ أنه هذا ليس معناه أنه هو لباس من جنس ما يلبس، فإذا كان هذا المعنى الفاسد لا يظهر من وصف المخلوق. لاحظ أنه بالأخير بيأوله أنه هذا ليس بمعنى اللباس، ومع أنه هذا كلام ابن عثيمين أنه لا هو يحمله على اللباس، وهم أصلا يعني مختلفون في تأويل هذا الخبر. هون هذا قضية شوف هذا الخبر في إبطال التأويلات. إن الله عز وجل لا يقرب داود حتى يضع يده على فخذه يقول ادنوا مني
هذا في تأويل آية إنه إيش وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. شوف بيقول لك هذا أبو يعلى هون بقى الحنبلي: اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره، إذ ليس فيه ما يحيل صفات ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه، لأننا لا نثبت قدما وفخذا جارحة ولا أبعاضا. شوف وبعدين هون إيش بيقول لك: بل نعقل معناه. طبعا هون تحت بيذكر انه لا، هذا هنا لا نعقل معناه، لانه دائما هو يذكر نفي المعنى، لكن هنا وقع في بعض النسخ انه نعقل معناه. فهون شو بيقول لك هون؟ شو ايضا قضيه الحقه ايضا بيقول لك: قد اخذ احمد بظاهره من غير قول بمماسه ولا جهه. وبيذكر هون قضيه انه مجاهد وابن سيرين ليس بحجه ولا ممن يثبت بقولهما صفات الله. انه ابو يعلى الان يرد على من قال انه لهم قالوا انه هذا ابن سيرين قال هذا القول انه لا يقرب لا يقرب داوود حتى يضع يده على فخذه. بيقول لك وين هذا الموقع، موقع اسلامي، بيقول لك انه هذا من كلام ابن سيرين. شوف انه لا ناخذها الصفات، لا ناخذها عن التابعين. بينما ابو يعلى بيقول لك لا، انه حتى هو لو كان من كلام التابعين انه شوف أنه هذا له حكم الرفع. لاحظ قيل: إثبات الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا، لأنه لا مجال للعقل والقياس، فإذا روي عن بعض السلف فيه قولا علم أنه قاله توقيفا. يعني هو بيجعله أبو يعلى يريد أن يجعل هذا الكلام لابن سيرين حجة، أنه هو له حكم الرفع حتى ولو أنه هو كلام تابعين، لكن هو بيقول لك أنه هذا له حكم الرفع حتى ولو هو من كلام التابعين. طبعا الكلام هنا طويل، لكن انا يعني شوف رجع بيقول لك انه هذا من كلام ابطال التاويلات بل حملوه على ظاهره. لاحظ، وطبعا هنا بعد ان ينفي الفخذ وينفي عفوا ان تكون الفخذ يعني جارحه. هذا هون كلام عثمان الدارمي في اثبات المكان. شوف بيقول لك فان شيء، لاحظ، والله تعالى شوف له حد لا يعلمه أحد غيره، ولمكانه أيضا حد. لاحظ، هو قبل شوي كان عم يقول ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية، وقولك لا حد له يعني أنه لا شيء. هذا عم يثبت الحد والمكان لله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أصلا هو مسميه هذا باب الحد والعرش. من هون كلها بلقطوة، من هون هذه قضايا. شوف هلأ هون بقى قضية الأبعاد بقى هون، مثلا هذا بيان تلبيس الجامية. شوف، فيقول هؤلاء في القدر، قدر المادي، لاحظ، ويقولون أبعاض المقدار كآحاد الصفات، وإذا كان حاملا لصفات ليست متماثلة كان أيضا جامعا لأبعاض ليست متماثلة، فما الدليل على بطلان ذلك؟ يعني إيش الدليل أنه الله ليس له أبعاض؟ هذا بيان تلبيس الجامية. شوف أقول لك هون القدر أي المقدار، لاحظ هون بالحاشي، وانا بقول له لما بقول له فيقول هؤلاء في القدر، يعني في قدر الله او في مقداره او في حجمه او ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا كله هذا. وبعض الناس بيقول لك يعني هذا قاله ابن تيميه ليس اعتقادا، انما هذا قاله في مقام الجدل. يعني هون اثبات الثقل، صحيح هذه ما ذكرناه هنا، اثبات الثقل ايضا. هذه منين جابوها؟ هذه جابوها انه بعض التابعين قالها. شوف مثلا هون انه هذا روي عن ابن عباس انه تكاد السماوات يتفطرن، انه قال من الثقل. ها شوف، اي من ثقل، من ثقل ايش؟ من ثقل الله ولا من ثقل السماوات؟ شوف بيثبت الثقل. شوف بيقول لك ايضا هون في اثر انه اول ما كأطيت الرحلي العلا في اول ما يرتحل من ثقل الجبار. شوف ثقل الجبار هذا عن كعب الأحبار أصلا. شوف ابن تيمية يجيب لك كلام ابن تيمية أنه هذا وإن كان عن كعب الأحبار لكن يحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب التي تلقاها الصحابة. شوف أنه تلقاها، أنه أن يكون تلقاها عن الصحابة، أنه صحيح هذا كعب يروي الإسرائيليات لكن يحتمل أنه يرويها عن الصحابة. شوف أنه ورواية أهل الكتاب التي ليس عندنا هو شاهد لا دافعها ولا يصدقها
انه هذه يعني نحن لا ايش يعني لا نكذبها. بيقول لك بعدين انه فهؤلاء الائمه المذكورون في اسناده هم من اجل الائمه وقد حدثوا به ولم ينكروا ما فيه من ثقل الجبار. لاحظ، فلو كان هذا القول منكرا من دين الاسلام لم يحدثوا به على هذا الوجه. هذه منين جابوا؟ يعني هذه حتى الثقه الذي مش ما فيها لا حديث مرفوع ولا موقوف ولا فيها عن الصحابه ولا فيها عن التابعين، هذه فيها عن كعب الاحبار. ايه قال لك معلش كعب الاحبار بيمشي الحال. طيب هذه هون لاحظ، هذه هون كلام خطير كما شوف. ام تريد به انه ما ان ما منه ان منه شيئا ليس هو شيء الاخر؟ فنحن نقول كل ما يرى في الشاهد والغائب لابد ان يكون كذلك. انه لاحظ قضية الإيش، ابن تيمية يثبت لله عظم الحجم والامتداد في الجهات. شوف أنه تتكلم لله أبعاض، أنه الشيء اليمين منه غير الشيء اليسار. شوف أم تريد منه أن منه شيئا ليس هو شيء الآخر. وان كلام الأول شوف، نقول إنه لا يرى إلا كبيرا عظيما، لا نقول إنه يرى لا صغيرا ولا كبيرا، بل نقول إنه يرى عظيما كبيرا. ومن لم يقل ذلك من المنازعين كان ما ذكره حجة عليه. كلام خطير لاحظ. وهنا أيضا الكرسي موضع القدمين، موضع قدمين رب. لاحظ بيقول لك، يعني هذا كلام ابن باز بقى هون، يقول لك فإن القول بأن موضع القدمين يحتاج إلى نص صريح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل. أما هذا الأثر فمحتمل أن يكون من أخبار بني إسرائيل وليس من كلام النبي وليس مما سمعه ابن عباس منه. لاحظ وهنا أيضا محتمل أن يكون ما تلقاه عن بني إسرائيل. طيب بعض الوهابين لا تثبته. أيضا من الصفات التي تثبتونها قضية السكوت، أن الله يتكلم ويسكت. شو بيقول لك؟ فثبت بالسنة، هذا كلام تيمية، فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت، مع أنه الأشعري في الإبانة يقول لا، السكوت هذا من كلام الجهمية، أنه الجهمية توصف الله بأنه يسكت. هذه هون قضية بقى جابوها أنه لله ساقين اثنين. منين جابوها؟ هذه من بعض روايات ابن مسعود. شوف مثلا لا هون مثلا عن ابن مسعود أنه يوم يكشف عن ساق عن ساقه. شوف هذا في أحد الروايات. في رواية أخرى أنه لا عن ساقيه. مثلا وين مثلا هون؟ شوف يوم يكشف عن ساق عن ساقيه، أنه بيقول لك هذا قال ابن مسعود. إيه أخذوا بهذه الرواية بعض الوهابي. بعض الوهابي مثل هذا من خميس أسماء الخميس بيقول لك لا له ساق واحدة. وبعضهم بيقول لك أنه إثبات الساق لا ينفي ما عداها. شوف مثلا عن ابن مسعود عن ساقيه، يوم يكشف عن ساق عن ساقيه. لاحظ أخذوها. وفي بعض الروايات شوف عن ساق عن ساقه. وبعض الروايات هذه طبعا كلها عن ابن مسعود. وطبعا هذه أصلا لما بترجع أنت للكلام عن الأسانيد بقول لك لاحظ أنه هذا أصلا إسناده منقطع، وهذا قراءة شاذة، وهذه يعني أصلا كل هذا فيه كلام. يعني فضلا أنه ابن عباس قال الساق هنا بمعنى الشدة، وهذا ثبت عنه في روايات عديدة. لاحظ هذه هنا قضية الفخذ. طيب في عندك إيش قضية وجدت برد أنامله. أيضا هذه أنه الأصابع لها أنامل. أيضا شوف أخذوها من هذا الحديث، أنه وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري. هذا مجموع الفتاوى لاحظ ابن تيمية. هذا الحديث اصلا هو متفق مختلف فيه، وانه قال هو منام او كذا، هذا كلام طويل بقى هون هذا. لكن هذه هون قضيت لي. لكن انا بس في واحد وهابي هون قال انه له انامل. وينه هذا؟ بجيب لكم اياها. شوف طبعا هلا هون كلام الالباني بيقول لك انه هذه رؤيه مناميه. لاحظوا انه هذه رؤيه مناميه، هذا كلام الالباني. لاحظتم؟ وهذه هون طبعا احنا ما راح نستطيع ناخذ كل هذه الوثائق كل وحده على حده. طبعا هذه هون بقى قضيه انه استوى صعد. شوف اخذوها من كلام ابن عباس استوى صعد، هذه بيرويها البيهقي من هذا بهذا الاسناد. لاحظوا انه هذا مروان محمد بن مروان، هذا السد الصغير عن الكلب عن ابي صالح، اللي هو هذا هون بيقول لك هذا السند ضعيف جدا، بل هذا اسمه مسلسل بالكذابين، هذا اللي هو السد الصغير والكلبي شيخه ثم شيخ الكلبي أبي صالح. هو أصلا البيهقي بيقول لك أنه كل ما رواه البيهقي يروي عن الكلبي أنه قال له أبو صالح شيخه كل ما حدثتك به كذب. لاحظوا وهو هون يروي أنه عن ابن عباس أنه استوى
صعد، شوف حتى هون في انتقائي. طيب في رواية صعد أمره، ابن عباس يقول صعد أمره، لا ابن الوهبي بيتركه هاي صعد أمره، بيعضوا صعد بس. طيب ما هو المطلق يحمل على المقيد صعد، يعني صعد أمره كما يذكر ابن عباس نفسه في رواية أخرى. أيضا في عندك رواية أنه استوى استقر على العرش، هذه رواية أيضا رواية من هذا من رواية ابن عباس بهذا السند اللي هو سلسلة الكذابين، لاحظ. وفي رواية عن نفس بنفس هذا الإسناد أنه استقر أمره، لاحظوا هون ليش ما بتقولوا استقر عن ابن عباس، إن صحت تحمل أنه استقر أمره كما يقول ابن عباس نفسه، لاحظ. وفي موضع آخر بهذا الإسناد استوى العرش استقر أمره، فانتقائية عجيبة. فضلا عن أنه ابن عباس يقول بالتأويل هنا مثلا ثم استوى العرش، أي يقول استوى العرش يعني استوى عنده الخلائق القريب والبعيد وصاروا عنده سواء، هذا أيضا على ابن عباس بيقول لك هذا لم يصح لأنه منكر. طيب ما وهذا أصلا منكر، هذا أيضا كل هذا منكر، هذا استوى صعد واستوى استقر، هذا كل هذا مروي بنفس السند اللي هو هذا السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح، وهذا بيقول لك أنه هذا الإسناد معروف عندهم بسلسلة الكذب. ومع ذلك هذا ابن القيم بيقول لك فلهم عليها عبارات أربع، يجب لكم إياها لأنه هي قلناها وما وثقناها وما حطيتها هنا، لهم عليها عبارات أربع. لاحظوا هذه هون، شوف وانظر إلى الكلبي، هذا كلام في النونية، شوف النونية ابن القيم هذه، لاحظ وانظر إلى الكلبي أيضا والذي قد قاله من غير ما نكراني. إيش الكلبي قال؟ بيقول لك أنه روى البيهقي، هذا الشارح هذا اللي اسمه أحمد بن إبراهيم بن عيسى، أنه البيهقي روى من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح أنه استوى استقر على العرش، اللي هي قبل شوي قال أنه هذا كذب، هذا البيهقي ذكر. وأيضا هو بعدين بيقول لك فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكراني. وهذه صعدة في بعض في هذه صعدة وكذلك قد صعدة في بعض النسخ تصرفت في بعض هذا يعني الكتب تحرفت إلى قاعدة. أيضا هنا شوف هذه هون فوجدت هذه عقيدة البربهاري، هون شوف كتاب السنة للبربهاري يقول لك فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله، يعني هون البربهاري يقول هنا بأمانة، شوف وأشباه هذا الأحاديث علينا عليك بالتسليم والتصديق والتوفيض والتفويض، يعني الحنابلة كانوا مفوضة فعلا أغلبهم، لكن هو الوهابي هذا شو هذا الراجح بيقول لك لا المقصود بالتفويض تفويض الكيف، ولا تفسر شيئا منها بهواك، أما المعنى فهو معروف أنه لا هو أن تأخذها أنه الأنامل هي الأنامل بس أنه قديش التفوض الكيف، الكيف يعني طولها عرضها لونها هذا بتفوضه. هاي هون قضيت أنه شوف ابن عثيمين لما بيقول لك لاحظ بيقول لك أنه لا يجوز أن نقول أن الله سميع بلا أذن، لأن الله لم ينفي الأذن عن نفسه، إذن لا ينبغي أن ننفيها لاحتمال أن يكون له أذن. شوف وأيضا بصير بلا عين، لا هذه خلص أني أصلا أثبتوها هذه قضية العين، بقول لك هذه موجودة، بس قضية الأذن هذه توقفوا فيها شوي. هون أيضا هذه قضية الهرولة، شوف أنه هذا من أتاني يمشي أتيته هرولة، هو مع أنه هنا أصلا هي مؤولة عند السلف الأعمش وغيره أنه أتيته هرولة يعني أسرعت إليه بالمغفرة، أصلا ابن تيمية نفسه يختار هذا القضية التأويل هذا الحديث، لكن هو بيقول لك لا هو اللجنة الدائمة سئلت، لاحظوا اللجنة الدائمة في السعودية سئلت أنه هل تثبتون صفة الهرولة لله؟ بيقول لك نعم صفة الهرولة نعم صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به، وأنه وقع على هذه الفتوى ابن باز وعفيفي وابن غديان وابن قعود، لاحظوا أنه هاي ابن عثيمين يقول لك صفة الهرولة. طبعا لما بيثبتوا صفة الوهابي بيثبتوها على المعنى الحسي، لأنه إذا أثبتوها على المعنى المجازي خلاص ما في مشكلة ما في أشكال، وحتى كذلك الأمر إذا فوضوا معناها ما في أشكال، لأنه هذه مذهب التفويض والتأويل كلاهما مذهب أهل السنة، مذاهب السلف وأهل السنة، لكن هون مذهب أصالة تجسيم، لاحظ الكبد والطحال الذي في مجموع الفتاوى كلام خطير جدا، هذا يقف له شعر الرأس.
وهذا مرة ما أخونا الشيخ محمد عبد الواحد سردوا على أنه هذا فقط من كلام الوهابي، لا هو كلام ابن تيمية أيضا. لاحظ أنا بدي أعمل عليه حلقة هذه إن شاء الله. والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، أن الله ليس له كبد وطحال لأنه لا يأكل، وبالتالي ليس بحاجة إلى آلات الأكل اللي هي الجهاز الهضمي مسميه الآن. بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه موصوف بالعمل، يعني له يد يعمل بها يفعل بها، ومنها أنه خلق بها آدم. هذا كلام الوهابي. شوف هون قضية أنه له شوف قبل شوي باز أقول لك الكرسي موضع قدمه هذا قد يكون إسرائيلي، لا هذا خلاص صار عقيدي مثلا، هذا كتاب إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين، لا هذا أسامة بن توفيق القصاص اللي بيقول لك هذا كان وهابي بطرابلس وقتلوا الأحباش وكذا. المهم هذا له هذا الكتاب، هو موضع القدمين. شو بيقول لك؟ أي أن الله يضع قدميه عليه ويستوي على عرشه. شوف عم يمثل لك الموضوع شلون، يجلس على العرش ويضع القدمين على الكرسي. طيب وإذا نزل إلى السماء الدنيا وجلس على الكرسي كما تقولون، وين يكون يضع الرجلين؟ شوف فإن السلف يقولون عن هذا الكرسي، لاحظ أنه بأنه بين يدي العرش كالمرقى. طبعا السلف يقولون كذب، هذا مين قال؟ أنا لي مقالات طويلة ما ثبت عن أحد منهم هذا الكلام، هم بعضهم قال هو كالمرقى بس ما قالوا أنه يضع قدمي عليه فقط، إلا هذا الأثر اللي هو الكرسي موضع القدمين كما قلنا لكم، هذا أصلا يعني موقوف يحتمل أن يكون من الإسرائيليات وعليه كلام طويل. شوفوا وهنا هذا كلام ابن تيمية لما قال أنه بعد ما ذكر كعب عن كعب الأحبار أنه ذكر هذا الخبر عن كعب الأحبار، أنه أخبرك أن الله خلق سبع سماوات، إلى أن يقول أنه له الأطيط كأطيط الرحل العلا في أول ما يرتحل من ثقل الجبار، هذه قضية ثقل الجبار فوقهن. الطريف بالموضوع أنه أصلا هذا عن كعب لم يثبت، شوف وهذا الأثر ضعيف لأنه عن كعب الأحبار. شوف يعني ظلمات بعضها فوق بعض، أول شيء أثر إسرائيلي، لا هو كتاب ولا هو سنة ولا هو قول صحابي، أثر عن كعب، وحتى عن كعب ضعيف لم يثبت. ليش؟ لأنه في سنده إلى كعب هذا عبد الله بن صالح المصري، هذا صدوق كثير الغلط. شوف وأيضا كما أن سعيد بن هلال أيضا كان قد اختلط، والمؤلف ذكر هذا الاسم باب بالشواهد. شوف يعني أنا هذا كما قلت في بعض الحلقات كان لي الفاصل مع ابن تيمية، أنه ابن تيمية كنت أول شيء أقول لعله يثبت بعض الأحاديث هذه الصفات لأن ورد فيها أحاديث، طيب هذا ما ورد في أحاديث، هذا قضية الثقل، هذا كلام كعب الأحبار حتى عن كعب لم يثبت. تجد ابن تيمية هنا غفر الله له يريد أن يقوي، يقول لك شوف هذا صحيح هو من رواية كعب، ويحتمل أن يكون من أهل الكتاب، وأنه ولكن يحتمل أن يكون ما تلقاه عن الصحابة، وأنه رواية أهل الكتاب التي ليس عندنا شاهد هو ولا دافعها ولا يصدقها. طيب الله النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرجوا في حديث أحمد ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، بيقول لك لكن بيقول لك أنه فهؤلاء الأئمة المذكورون في إسنادهم في إسناد هذا الأثر يعني إلى كعب، لأنه هذا هو نشوف خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء أتى رجل كعبا، بيقول لك هذا سعيد بن أبي هلال هذا أصلا هون مختلق قد كان قد اختلط، وهذا الثاني هذا عبد الله بن يعني المفروض هذا بالصفحة التي قبلها أيضا بيقول لك هذا فيه أنه هذا كثير الغلط ما ثبت. مع ذلك بيقول لك شوف أنه لو كان هذا من ثقل الجبار فوقهن لو كان منكرا لما رووه ولما حدثوا به، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، كيف ما بتحدثوا به؟ هون أيضا شوف هذه قلنا هذه هون هذه أنه يتكلم بحرف وصوت. شوف وجمهور المسلمين يقولون هذا كلام تيمية إن القرآن العربي كلام الله وقد تكلم الله به بحرف وصوت، حصتم؟ ومع أنه في قوة في كلام في موضع آخر يقول لك لا هذا ماشي ما هذا بدعة يعني، وهذا في الواقع كمان اضطراب كلام ابن تيمية. شوف هذا كلام الدارمي لما بيثبت أنه يقوم ويقعد ويجلس ويتحرك وكذا، هذا شوف هذا كتاب الدارمي لحسن الحظ أنه الوهابي هون تحت أنكر هذا الكلام، أنكروا على عثمان الدارمي.
لأنه شوف هذا رد الإمام عثمان الدارمي على بشر المريسي، وإيش بيقول لك هون؟ بيقول لك أنه شوف أما دعواك، بيرد هون الدارمي على هذا على المريسي، بيقول لك أنه أنت عم تفسر القيوم بأنه الذي لا يزول عن مكانه فلا يتحرك ولا، بيقول لك هذا منين جبته؟ بيقول لك لا، هذا كلام الدارمي بقى، بيقول لك إن الحي، لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء، شوف هو يتحرك إذا شاء وينزل إذا شاء ويرتفع إذا شاء، وبعضهم يقول لي يصعد إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس. لاحظوا كل كلمة كلام.